الفنانة حسناء البشرية. صباح الخير. صباح الخير. شكرا لك. إذا حسناء البشرية أنت على المباشر على قناة النهار. صباح الخير. صح عيد، كل عام تبقى الخير إن شاء الله. صباح الخير. الحمد لله يسخسالك الخير. حسناء الأكيد عيطولك بزاف الناس اللي يعرفوك المحبين الجمهور تاعك على الخبر الوفاة على الإشاعة اللي راهي الدولة في مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش لقيتي هذا الخبر حسناء؟ هذا الخبر أنا كنت في الليل تعشيت أنا وبنتي. أي واحد الحبيبة من الجزائر فايزة قاسمي هضرت معايا قالت لي كي راكي راكي حية راكي لاباس لاباس شكيت شكيت كاين. عاود هضرت معايا دليلة كي قالت لي راكي محطوطة في التلفزيون في الفيسبوك باللي راكي ميتة وراكي قالوا كانوا تيخليو يقولوا راهم دارين يهضروا فيا. ماشي هذه الخطره المضاريه يهضروا عليا. هذه ماشي اول مره يهضروا عليك يعني. يهضروا عليا فيما عرفت انا قالوا فيا كورونا ولا كيقولوا لها كورونا. بزاف انا كرهت هذه الهضره هذه خليهم بصح انا بغيت هاد الناس هادو جبدوه لي. وكيفاش تلقات العائله ديالك؟ حتى العائله ديالك ولا العائله ديالك كيفاش تلقات هاد الخبر؟ هاد الخبر بدك دليل حبيبتي قالت لي ها واش راه صاري واش راه صاري. أيا من تما وأنا حتى لقيت تاع الصباح أنا في التليفونات. حسنا كي حية حسنا راكي لاباس حسنا راكي حية راكي منا راكي منا راكي منا عييت. خطرات وأنا هادو الثلاثة في مارس كذلك ودروكا وشوفي لي هادو الناس هادو اللي راهي يهضروا قولي لهم حفظي الله ونعم الوكيل وجبدوه لي ضياف ربي جبدوا لي هاد الخلقة من هاد الخلق. دوك انا حية وما يقول لي ميتة كاع الناس تموت. عالو يعني نسمع فيك حسنا يعني هذا الامر يكون يعني مقلق في كل مره ولينا نسمعوا على الفنانين انهم يمرضوا ولا يموتوا في كل مره يعني على كامل الفنانين في الفترات الاخيره ولينا نسمعوا في الانستغرام ولا في الفيسبوك انهم يمرضوا ولا يموتوا. لا لا عيب عيب يقولوا يضحكوا علينا. انا من فرنسا هضروا معايا البارح قالوا كيف كيف باس كيف باس ريان ديتو عيب صح. وعرفتوا شكون هذا الشخص حسنا يعني حاولتي تعرف يقولوا لي ها هو نور الدين الفندق ولدي اللي يعرفوا هاد الناس اللي هضروا مانيش عارفه ها هو ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واش الاحوال راكم دايرين لاباس؟ الحمد لله. ربما شكون معايا شكون معايا فاطمه؟ الفنان معكم الفنان نور الدين رحو العازف اللي قاعد لي معاها. هذه كانت اكاذيب عبر التواصل الاجتماعي والحمد لله هذا الامر راه كان فيه مغالطه وهذا الشيء ما راهش كاين منه والحمد لله راه الفنانه حيه ترزق ان شاء الله ربي يطول في عمرها ان شاء الله مازال العطاء في على تمد ان شاء الله كما مدت الايام السابقه مع جزائر جوهارة وعدة ألبومات. الحمد لله احنا من هاد الناس يقولوا ربي يهديكم وهذا الامر هذا يبعدوه ويخلوا الفنانين في يخلوهم هانيين وراكم تعرفوا بلي الفنان حساس وهذا الامر هذا راه غادي ياثر على الشريحه الفنيه ونعرفوا اللي حصل في الشريحه قدمت الكثير ونقول لهم ربي يهديهم وشكرا لكم انتم كذلك بارك الله فيكم. السلام عليكم. فقط قبل ما نخليك تروح هل سترفع حسنا دعوه قضائيه ضد هذه الاشخاص؟ اكيد هي كنا درنا بغينا نشوف المصدر الموثوق منه من هذا المصدر من خرج هذا الاشاعات. هي ممكن غادي تقدم شكوى ضد هذا الانسان اللي وضع الاشاعه على التواصل الاجتماعي. قبل ما نخليكم تروحوا فقط هل ممكن كلمه من عند الفنانه حسنا للجمهور تاعها اللي تقلق عليها؟ تفضلي قولي كلمه للجمهور تاعها كلمه. واه حسنا ربما كاين بزاف الناس اللي تقلقوا عليك الجمهور تاعك اللي يحبوك واش تقدري تقولي لهم قبل ما نخليك تروحي؟ واه انا كاع ما رقدتش راني عاد قاعده من البارح راني قاعده تليفونات كاع ما تقطعوش. انا اللي نقول له بارك الله فيه وقال لي ما بغاش عليا الله يساعده والله يعطيه والله ينوره وكل شيء راه معاه ربي معانا ومعاه. امين. ونشكركم انتم بزاف
صافي راكم فوتوني في النهار. شكرا لك. النهار كان بغيها بزاف، نهار يبداو يتجاي فوتوني فيها، انا نبغيها كلشي تقوله خاطر انا ما نكذبش. وهذو اللي راه يكذبوا عليا من عند ربي، الموت كاع الموت ورسول الله مات الحمد لله. بارك الله فيكم يا الاسلام يا الايام يا الحباب يا الخوت كاع 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 كاع. يعطيك الصحة حسنة، شكرا لك. صلاة على النبي. وهذه التصويرة هذه شابة اللي راني نشوف فيها. يعطيك الصحة. هذه ما تقوليش كعانة، تقولي من الافريك. لا لا انت ما شاء الله. شكرا لك. حسنة البشارية والحمد لله على سلامتك. شكرا لك. أصحاب الإذاعة كلكم. شكرا لك. هيا صح. مع السلامة.